بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونياتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.